حيث تبين لنا أنه ليس هنالك دليل للبراءة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم لمين حداد. سيد القاضي، المتهم بريء وأنا عندي دليل براءته. سكيت، هدوء، مفضلكم. أعطينا هويتك. سيد القاضي، مش مهم أنا شكون، المهم اللي أنا عندي الدليل الوحيد والقاطع على براءة لمين حداد. خذ من عندها المستندات. سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي وسمعتي كامرأة، وأخلاقي ما تسمح ليش باش نكشفها قدام الحضور، لذلك أن تسمح تشوفها وحدك. هذا شيء غير قانوني. دليل البراءة ينبغي أن يطلع عليه المحامي والمستشارين، أنا ما نجمش ناخو أي قرار وحدي. حضرتك سيادة القاضي رياض المنصر، يعني بعد 30 سنة خبرة حتى حد ما ينجم يشكك في نزاهتك في أخذ القرارات الصائبة. كما سبق وقلت سيد القاضي، المستندات هذه تمثلي من شرفي كبشر قبل ما يكون كامرأة، ما نجمش نكشفها قدام الناس الكل. إذا كان ماكش موافق باش تشوفه وحدك، فباش تزني الروح والدليل معايا ويدخل متهم بريء للسجن. إذا هذا يرضيك فنستأذنك نخرج من القاعة، وشكرا. تفضل قد. سكيت. سيد الرئيس، ما عنديش دليل براءة المتهم، أما عندي ثمن براءته، شيك سيرتيفيه مليون دولار باسمك. بناء على ما تقدمت به الشاهدة من وثائق ذات صلة بقضية الحال والمتمثلة في مسك وتزوير وثائق رسمية وتهريب أموال إلى الخارج، بعد النظر والتدقيق والتحقق حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم لمين الحداد وعدم سماع الدعوة. سكيت، مفضلكم. سيد القاضي. سكيت. كما قلت لك أكثر من مرة، الدليل يمس بكرامتي، وتوا بعد ما شفته واطلعت عليه وحكمت بالعدل، ماذا بيا لو كانت رجع لي الأوراق. كيفاش؟ رجع لي الدوسي عايشك. مش ممكن. الوثيقة هذيك هي الدليل الوحيد لبراءة المتهم، يلزمها تبقى في المحكمة في ملف القضية. لو كان الدليل باش يقعد على ذمة المحكمة كما تقول سيادتك، يعني فما ناس أخرى باش تطلع عليه، ومش بعيد يوصل الخبر للصحافة، يعني الدليل باش يتكشف وسمعتي باش تتمس في كل الحالات. هاوك علاش أنا مستعدة اليوم وفي اللحظة هذه نتخلى على سمعتي وكرامتي قدام الناس الكل، يا تعطيني الدوسي يا توريه قدام الحضور.